فلما أصبح أهل البلد وليس عندهم من العسكر أحد ضعفت نفوسهم، فأرسلوا القاضي وهو بدر الدين قاضي خان ليطلب الأمان للناس، فأعطوهم الأمان. وكان قد بقي من العسكر طائفة لم يمكنهم الهرب مع أصحابهم، فاعتصموا بالقلعة. فلما أجابهم جنكيز خان إلى الأمان فتحت أبواب المدينة يوم الثلاثاء رابع ذي الحجة من سنة 616 هجري. فدخل الكفار بخارى ولم يتعرضوا لأحد، بل قالوا لهم: كل ما هو للسلطان عندكم من ذخيرة وغيره أخرجوه لنا، وساعدونا على قتال من بالقلعة. وأظهروا عندهم العدل وحسن السيرة. يكمل: ودخل الكفار البلد فنهبوه وقتلوا من وجدوا فيه، وأحاط بالمسلمين، فأمر أصحابه أن يقتسموهم، فاقتسموهم. وكان يوما عظيما من كثرة البكاء من الرجال والنساء والولدان، وتفرقوا أيدي سبا، وتمزقوا كل ممزق، واقتسموا النساء أيضا. وأصبحت بخارى خاوية على عروشها كأن لم تغن بالأمس، وارتكبوا من النساء العظيم، والناس ينظرون ويبكون ولا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم شيئا مما نزل بهم. فمنهم من لم يرضى بذلك واختار الموت على ذلك، فقاتل حتى قتل، ومن استسلم أخذ أسيرا، وألقوا النار في البلد والمدارس والمساجد، وعذبوا الناس بأنواع العذاب في طلب المال. استفهام: أليس القاضي بدر الدين قاضي خان قد خرج إلى جنكيز خان وتوسط عنده وأخذ الأمان للناس من جنكيز خان، فلماذا إذن قتلهم التتار وسلبوهم ونهبوهم؟ فهل هذا باتفاق وغدر وخيانة من القاضي؟ فما يقال هنا يقال في موقف ابن العلقمي على فرض ثبوت أكذوبة ابن تيمية ومنهج ابن تيمية في أنه خرج إلى هلاك وأخذ الأمان للخليفة وللناس، ولما خرجوا لهلاك قتلهم. فما يقال عن ابن العلقمي يقال عن القاضي. فاعدلوا يا أهل الدين والعقل والأخلاق والإنصاف.